السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يفعله أصحاب المهرجانات من أمور خارقة للعادة كأكل الجمر والزجاج وسحب الأشياء الثقيلة؟ يحتج من يشاهدهم بأنهم عليهم سيم الصلاح كاللحى وذكر شيء من الأذكار. ما شاء الله. لا، هذا السحر، هذا سحر تخيلي، قمرة، لا يجوز. ولو لهم الحاء، ولو لهم يتسوقون معهم مساويت، ولو عليهم ثياب قصيرة، ولو كل من تظاهر بالمظاهر يكون صحيح، هذا من الخداع ومن الشر. نعم، هذا سحر ولا يجوز، لا في المهرجانات ولا في الأعياد. والأعياد أشد، لأن الأعياد عبادة، فأعياد مواسم عبادة وذكر لله عز وجل، فلا يجوز عمل المعاصي فيها، هذا كفر للنعمة، كفر لنعمة العبادة والصيام والحج، لا يجوز ولا يليق بأعياد المسلمين أن تحول إلى لهو ولعب وإلى سحر وإلى تمثيليات مسرحيات، لا يجوز هذا. هذه أيام عبادة وأيام ذكر لله وشكر لله عز وجل. نعم.